السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم جنى، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله زي ما أنتم شايفين كده إحنا هنعمل الفيونكة البسيطة دي، هنعملها من قماش التول. الطريقة سهلة وبسيطة، ممكن تعمليها توكة. أنا عملتها توكة للبنوتي، وممكن كمان تتعمل لفساتين الأطفال. الطريقة سهلة جدا وجميلة، وإن شاء الله تبقى سهلة على قلوبكم. اول حاجة انا جبت قطعة من التول، هو التول رخيص. القطعة مقاسها 32 في 28. هو طبعا قماش التول بيبقى صعب شوية في القص لان هو بيبقى طري جدا. هبدأ بعد كده اتنيها بالشكل ده عشان اعرف ان انا اسويها. اي زيادات هشيلها بالمقص، بس طبعا هستخدم مقص يكون كبير شوية عشان اقدر اتحكم فيها، لان المقص الصغير مش هتعرفي تقصي بيه خالص، لان زي ما قلت لكم ان القماشة طرية. شفتوا هي مجرد بس ما بحرك اي حاجة حواليها القماشة بتتشد مني ازاي. خلاص كده انا قصتها وسويتها. هبدأ بعد كده ان انا اتني القماشة. هتنيها من الحتة العريضة، هتنيها نصين كده بالشكل ده. وهرجع برضو ان انا اتنيها كمان نصين كده. بس طبعا انا مبطئه الفيديو، مش مبطئه الفيديو، انا ما سرحتوش وانا بعمل له دوبلاج عشان خاطر انه الحركه قدامكم تبقى بسيطه، تبقى قصدي بطيئه، وتقدروا ان انتوا تشوفوه كويس. بس انتوا طبعا لو متضايقين من بطء الفيديو ممكن تسرعوا الفيديو زي ما تحبوا. يعني انا هفضل اتني فيها بالشكل ده كده. انا طبعا بفضل اتني لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عاوزاه. انا عاوزاه في حجم الفيونكه اللي انا عاملاها دي، فهفضل اتنيها لحد ما اصغرها شويه. طبعا انتوا حسب المقاس اللي انتوا عايزينه ممكن تكبروها برضو عادي. انا كده خلاص وصلت للمقاس اللي انا عايزاه اهو. بعد كده اجيب الابره والخيط، وهبدأ ان انا من النص كده هبدأ ان انا ادخل الابرة كأني بدككها بالظبط عشان اقدر ان انا اشد الخيط. بعد كده انا هشد الخيط بتاعي كويس، بس طبعا اخلي بالي عشان الخيط ما يتقطعش. اهو انا شديته. بعد كده هلف الخيط حوالين الفيونكة من النص. بعد كده هقطع الخيط بتاعي. طبعا انا الفيونكة في الحاجات اللي هي البارزة من ورا دي انا مش هسيبها كده، انا هثبتها بنقطتين شمع.
تمام كده خلاص انا خلصت الفيونكة بتاعتي، هبدأ ان انا احط الاستيك بتاعي، احط شمع عشان برضو تبقى ثابتة. انا برضو هلف حواليها شريط الستان، وهجيب قطع من الستان هبدأ ان انا سايحها برضو بالولاعة كده عشان ما تكرش مني. احط نقطة شمع برضو هنا عند التوكة، وهحط الشريط الستان والفه حوالين الفيونكة والتوكة في نفس الوقت عشان التوكة تفضل ثابتة مع الفيونكة. خلاص كده انا ثبت اخر حته من الشريط الستان، هبدا اعمل التاتش النهائي ان انا احط الخرز بتاعي. انا جبت خرز نص كده لولي نص، هحطه عشان يديها في الاخر شكل حلو وجميل. احط في الاطراف كده. انا خلصت الفيونكة بتاعتي، الفكرة سهلة وبسيطة ويا رب تكون عجبتكم. لو بتزوروني لاول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش اللايك بتاعي، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد واشتكاسة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.